لمن قال إن ثورة 17 أكتوبر انتهت، يقول هؤلاء إنها أدخلت 13 نائبا إلى البرلمان، وها هي تحشد للمرة الأولى بعد انتخابات شكلت فيها مفاجأة مدوية لكل أحزاب السلطة. وإذا كانت الأعداد لا تقارن بتلك التي اعتادت ساحة رياض الصلح هذه على استضافتها، لأن الهدف لا يزال واحدا بالنسبة لهم، التغيير والتعبير والوقوف بوجه السلطة التي لا تزال في مراكزها. صار عندنا 13 نائب جوات المجلس، أكيد يعني نحن صرنا مرحلة متقدمة جدا، وهلأ الطرق السلمية حتتغير، حيصير في تصعيد بشتى الوسائل، يعني ببقى ملتزمين نحن بالأطر اللي كنا لأنه خلص ما نفع. نواب التغيير بعضهم شارك وسمع من المتظاهرين شكاوى لا تعد ولا تحصى عن أوضاع مزرية تبدأ عند رغيف الخبز والكهرباء والماء المقطوعة وصولاً إلى الليرة المنهارة والرواتب المعدومة. ولا ممكن أنه يتغير هذا البلد إلا إذا تغيرت هذه السلطة بكل مكوناتها. من طالب الشعب اللبناني كله ينزل على الشارع وما منشيلهم كلهم، وإلا ما بتمشي الثورة مثل ما أنت عم تشوفي. الله روابط المودعين الحاضرة في كل تحرك رفضت رفضا قاطعا تحميل المودعين أي خسائر مالية يتم الحديث عنها في خطة التعافي. نحن نتحمل مسؤولين ندفع الفاتورة، بعدين جايين قال عم بيقسمونا كبار وصغار المودعين، هن كبار اللصوص كلهم سوا. على المقلب الآخر، لا يزال الجمود سيد الموقف في عملية تشكيل الحكومة بعد آخر زيارة قام بها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدة منذ حوالي 3 أسابيع، وتوقفت بعدها اللقاءات بينه وبين رئيس الجمهورية. انكفاء ثم عودة إلى الشارع، لأن المطالب لم تتغير بل تضاعفت المأساة والكوارث منذ 3 سنوات ولغاية اليوم أضعافا مضاعفة. لكن ما قد يواسي الشارع قليلا أنهم أوصلوا 13 نائبا تغييريا بأصواتهم إلى البرلمان الجديد. ليلى خليل، الغد، بيروت.